صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو قال رجل لآخر يا منافق، فهل له أن يقيم عليه دعوى في المحاكم حتى يقام عليه الحد؟ على من؟ لا يقول الإنسان للمؤمن يا منافق، لا يقول للمؤمن يا منافق أو يا كافر أو يا فاسق أو يا عدو الله، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقول هذا، ولكن يخاطبه بالترغيب والترهيب والحكمة. نعم، لأنك إذا قلت له يا منافق ينفر منك وربما يبطش به، أن تخاطبه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. نعم.